الدرس الرابع الشكر باللغة الألمانية. في هذا الدرس سوف نتعلم سويا كيف نشكر شخصا ما باللغة الألمانية وما هي العبارات والجمل الممكنة في اللغة الألمانية. أكثر عبارات الشكر في اللغة الألمانية شيوعا هي كلمة دانكي 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 دانكي. هنا العديد من الأمثلة والاستخدامات لعبارة دانكي. المثال الأول: Ich möchte allen danke sagen. أريد أن أقول للجميع شكرا. Ich möchte allen danke sagen. أريد أن أقول للجميع شكرا. Ich möchte allen danke sagen. المثال الثاني: Nein danke. لا شكرا. على سبيل المثال: Möchtest du noch Tee؟ هل تريد المزيد من الشاي؟ Nein, danke. لا شكرا. Möchtest du noch Tee؟ Nein, danke. هل تريد المزيد من الشاي؟ لا شكرا. المثال الثالث: Danke für das Geschenk. Danke für das Geschenk. شكرا على الهدية. Danke für das Geschenk. المثال الرابع: Gesundheit. والترجمة الحرفية لكلمة Gesundheit هي الصحة، لكن في هذا المعنى عندما يعطس شخص ونقول له Gesundheit فهي تعني رحمك الله. Gesundheit تعني في هذا المعنى رحمك الله. فعندما تعطس ويقول لك شخص Gesundheit رحمك الله، تقول له Danke شكرا. Danke شكرا. الآن مع العبارات التي تؤدي نفس المعنى أو العبارات الأخرى التي يمكن استخدامها للتعبير عن على شكرنا لشخص ما. من بين هذه العبارات هي عبارة vielen Dank شكرا جزيلا. vielen Dank شكرا جزيلا. وأريد التنويه هنا بأن danke عبارة دانكي تستعمل مع حرف الجر فيو لأجلي أو لي. دانكي فيو على سبيل المثال: دانكي فيو داين هيلف شكرا لمساعدتك. دانكي فيو داين هيلف شكرا لمساعدتك. يمكن أن نقول في الألمانية للتعبير عن شكرنا أيضا عبارة دانكي زير. Danke sehr. شكرا جزيلا. Danke sehr. ويمكننا القول أيضا Danke vielmals. Danke vielmals. شكرا كثيرا. Danke vielmals. شكرا كثيرا. كما يمكننا أيضا أن نقول Tausend Dank. Tausend Dank. Shukran Alfa Marra. Shukran Alfa Marra. Tausend Dank. Besten Dank. Besten Dank. Shukran. Besten Dank. Shukran. كما يمكننا أيضا أن نقول Aufrichtigen Dank. Aufrichtigen Dank. Shukran sadiqan.
بمعنى أشكرك بكل صدق. Auf richtigen Dank. شكرا صادقا. وكذلك العبارة التالية Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. شكرا من أعماق قلبي. Herzlichen Dank. شكرا من أعماق قلبي. هناك أيضا عبارات أخرى للشكر مثل Schönen Dank, Innigsten Dank, Wärmsten Dank, والتي تعني جلها شكرا جزيلا, شكرا من داخلي, وشكرا بكل طيب وبكل حنان. والآن نأتي مع الأفعال التي تؤدي معنى الشكر والتي يمكن أن نستعملها لشكر شخص معين. من هذه الأفعال فعل دانكن, دانكن شكر, دانكن على سبيل المثال إش دانك ديا في ديبلومن, إش دانك ديا في ديبلومن, أشكرك على الورود, إش دانك ديا في ديبلومن. كما يمكن استعمال فعل زش بدانكن, زش بدانكن وتعني شكرا, شكرا على سبيل المثال إش بدانك مش باي ديا في دبلومن, إش بدانك مش باي ديا في دبلومن, إش بدانك مش باي ديا في دبلومن. أشكرك على الورود. هناك أيضا العديد والعديد من الأفعال التي تؤدي معنى الشكر. من بين هذه الأفعال دانك أبشتاتن أو أوسدروكن, أنا تعني عبر عن شكره, عبر عن شكره. دانك أوسبريشن بتزويغن, ذكر شكره لشخص معين أو نطق بالشكر. زش دانك با أفايزن, أظهر أو أبان عن شكره وامتنانه لشخص معين. زش دانكبار أفايزن. وكذلك يمكن استعمال هذه مجموعة الأفعال التي ذكرها. دانكبار زين معنى مدين أو شكور لشخص معين. دانك زاغن, قال لشخص معين شكرا. أو seine Dankbarkeit zeigen, أبان عن شكره وامتنانه, أو شكره, عبر عن شكره وامتنانه. seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. وأخيرا أرجو أن يكون قد أعجبكم الدرس, وأرجو أن تزوروا مدونتنا للمزيد من الدروس وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. مدونتنا deutschlernen10blogspot.de وصفحتنا على الفيسبوك facebook.com/apprendre-beaucoup-de-langue-hl. وشكرا جزيلا وإلى اللقاء.